السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح يونت 7 أو الوحدة السابعة، منهج كونكت بلس برايمري 1، الصف الأول الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنعمل كويك ريفيجن أو مراجعة سريعة على الوحدة، وهنكمل حل الأسئلة بتاعتها في الأكتيفيتي بوك أو في كتاب الأنشطة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا أصحابي، الكلمات الخاصة بيونت 7 هي clothes ملابس، jacket dress فستان، sweater بلوفر، cab أو طاقية، vacation أجازة، socks جوارب، shirt قميص، won't يريد، t-shirt طبعا زي ما احنا عارفينه، shoes حذاء، need يحتاج، scarf وشاح أو شال، skirt جيبة، sunglasses يعني نظارة شمس. وطبعا pants يعني بنطلون، gloves يعني قفازات اللي هي جوانتي، يعني green يعني أخضر، white أبيض، orange برتقالي، black أسود، purple بنفسجي، grey رمادي، red أحمر، yellow أصفر، brown بني، blue أزرق. وكان في كمان بعض الأدجكتيفز أو الصفات، plain يعني سادة، دي طبعا صفات الكلوزس أو الملابس اللي احنا بنلبسها، plain سادة، checked يعني كاروهات، light يعني مضيء أو منير، strapped يعني مخطط، cotton يعني قطني، dark يعني مظلم يعني غامق، spotty يعني منقط، woolen يعني صوفي. وكان في كمان كلمات زي دول يعني دمية أو عروسة، water يعني مية، won't يريد، fur يعني فرو للحيوانات طبعا، fur يعني فرو، chef يعني طباخ، wheat يعني قمح، kite يعني طائرة ورقية، chocolate يعني شيكولاتة، need يحتاج، curls اللي هو مجعد لدل الشعر طبعا، اللي هو الشعر الكيرلي مجعد، journalist يعني صحفي، flower يعني دقيق، teddy bear دب لعبة، bread خبز، wear يعني يرتدي، doctor طبيب، firefighter رجل الإطفاء، وfabric نسيج أو قماش. وطبعا الفونكس الخاصة بيونت 7 كانت حرف الاي وحرف اليو، طبعا الاي ار واليو ار، زي كلمة skirt يعني جيبة، shirt يعني قميص، واليو ار زي كلمة fur يعني فر، وكلمة curls يعني مجعد، curls يعني مجعد، ودي للشعر طبعا. وكمان كنا خدنا الـ numbers from 1 to 20، والـ numbers هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. وكنا خدنا الـ possessive adjectives والـ possessive pronouns، الـ possessive adjectives أو صفات الملكية، والـ possessive pronouns اللي هي ضمائر الملكية. وطبعا صفات الملكية وضمائر الملكية، أول حاجة طبعا في حاجة اسمها ضمائر الفاعل زي ما احنا عرفنا، I يعني أنا، you يعني أنت، he يعني هو، she يعني هي، it يعني هو أو هي الغير العاقل، حيوان أو جماد، we يعني نحن،
زي يعني هم. طبعا الصفات بتاعت الملكية I بيجي معها my. my يعني حاجة خاصة بيا، حاجة خاصة بيا، خاصتي. your your حاجة خاصة بيك، حاجة خاصة بيك انت بتملكها. his his حاجة خاصة به هو لحد تاني مذكر. لما بقول على حاجة ملك حد معين بقول عليها his. her her حاجة خاصة بها، خاصة بحد تاني مؤنث، بنت مثلا او ست. its its حاجة خاصة به هو او هي للحيوان او الجماد غير العاقل، مثلا cat او dog. فلما بقول على حاجة ملكهم، اكل بتاعهم او اي شيء يخصهم بقول عليه its. its ملك it اللي هو للغير العاقل. we our our حاجة خاصة بينا احنا، حاجة تخصنا واحنا بنملكها. there there يعني خاصة بهم، خاصة بهم هم. فدي صفات الملكية، انا بصف حاجة فبقول عليها الصفات دي. طب لما انا احب اقول على الحاجة دي بقى ان هي مملوكة للاشخاص المختلفين، لما بحب اقول على حاجة ان هي ملكي انا بقول عليها mine. mine يعني ملكي. لما بقول على حاجة ملكك انت بقول عليها yours. yours يعني ملكك. لما بقول على حاجة ملك حد معين، ولد او راجل تاني مذكر، بقول عليها his. his يعني ملكه. طب لما بقول على حاجة ملكها، حاجة خاصة بيها هي البنت دي او الست دي، بقول عليها hers. hers يعني ملكها. وطبعا الملكنا احنا بنقول عليها ours. ours يعني ملكنا. وطبعا لما اقول على حاجة ملكهم هم بقول عليها theirs. theirs يعني ملكهم. والصور دي بتوضح اسماء الالوان الخاصة بالكلوزس او الملابس. plain plain اللي هو السادة. stripped stripped اللي هي المخطط. spotty spotty اللي هو المنقط. checked checked اللي هو الكاروهات اللي هو المقلم بالطول وبالعرض مع بعض. وكوتن كوتن يعني قطني، يعني قطن. وولن وولن يعني صوفي، مصنوع من الصوف. وكنا خدنا كمان بعض الكلمات الخاصة ببعض الوظائف زي فاير فايتر يعني رجل اطفاء، شيف يعني طباخ، دكتور يعني طبيب، جورناليست يعني صحفي، وابرون ابرون يعني مريالة اللي هي بنلبسها، اللي هي بتتلبس ساعة ما بنغسل الصحون، المريالة اللي هي الابرون. وكنا خدنا حاجة اسمها ادوات الاشارة. ادوات الاشارة اللي هي this لما بشاور على حاجة قريب وهي حاجة واحدة، اللي هو هذا او هذه للمفرد القريب، حاجة قريبة مني فبقول عليها this. طب حاجة بعيد عني بقول عليها ذات، بس بتكون حاجة واحدة، ذلك او تلك للمفرد البعيد ذات. مجموعة حاجات للجمع القريب، مجموعة حاجات موجودة قريبة مني بقول عليها these. these يعني هذه. وطبعا دي بتبقى مجموعة اشياء قريبة مني في المكان. طب لو مجموعة حاجات بعيد عني بقول عليها those. those يعني اولئك للجمع البعيد، لما بشاور على مجموعة حاجات موجودة بعيد عني في المكان. وطبعا الحاجات المفرد اللي بقول عليها this بيبقى معاها is، لان is بتيجي للمفرد، فاي this بيجي بعد منها is. this is a t-shirt، هذا هو t-shirt. that اللي هو برضو هذا للبعيد او ذلك للبعيد بقول عليها is برضو، يكون لان is بتاعة المفرد، فبقول that is a dress، هذا هو فستان او ذلك هو فستان للبعيد. طب لو مجموعة حاجات بيجي معها are. are يعني يكونوا. طب لما بقول على هؤلاء او زيس للجمع القريب بقول عليها زيس ار. وهنا مجموعة تيشيرتات بقول تيشيرتس، زيس ار تيشيرتس. ولو مجموعة حاجات بعيد عني بقول عليها زوس زي ما احنا عرفنا، وزوس برضو بيجي بعد منها ار، فبقول زوس ار دريسس. دريسس اللي هي فساتين. وكنا عرفنا كمان ازاي بنصنع الخبز الويت او القمح، بنحوله لفلاور دقيق وبعدين بنحول الفلاور لبريد او لخبز. وكنا عرفنا ازاي بنصنع
الكلوزس او الملابس الكوتون بناخده من البلانت زي ما احنا شايفين، بنحوله لفابريك او لقماش، وبعدين القماش او الفابريك بيتحول لتيشيرت او لكلوزس زي ما احنا عارفين. كده نكون رجعنا وعملنا كويك ريفيجن على يونت 7. يلا نروح لكتاب التدريبات ونحل باقي الاسئله الخاصه بيونت 7، خليكم معايا. وكنا انهينا المره اللي فاتت شرح بيج 7 او صفحه 7، والنهارده ان شاء الله هنشرح من اول حل بيج نمبر 8 او صفحه رقم 8، وعنوانها today، يعني اليوم. today النهاردة اليوم. I am wearing أنا أرتدي. read and complete، read يعني اقرأ، and complete وأكمل، then color ثم بعد ذلك لون. فهنا بيقول لنا نهلة، نهلة صديقتنا دي is wearing her favorite clothes. is wearing هي بترتدي، her favorite clothes، her favorite clothes يعني ملابسها favorite المفضلة. وبيقول لنا أول حاجة she is، ورقم واحد هنا هو شطب على wearing وكتب wearing. she is wearing a blue jacket. blue jacket جاكيت أزرق، فهنا شطب على wearing وكتب wearing. ومدينا ثلاث اختيارات تانية نكمل بيهم النقط اللي بعد كده. فيقول لنا هنا she is، هي wearing ترتدي a red. red ايه بقى؟ she is wearing a red hat. hat اللي هي القطباء، المفروض الهات دي red، فاحنا نكتب هنا hat، او الطاقية دي المفروض ان الطاقية دي red او حمرة، فاحنا نكتب هنا hat وهنشطب على كلمة hat. ونتنقل للنقطة اللي بعد كده. these dots hair gloves. احنا قلنا these اللي هي هذه للجامعة، هذه الأشياء للجامعة بيجي معها is ولا are. شاطرين، المفروض بنقول these are hair gloves. these are hair gloves، هذه هي قفازاتها، لأن gloves طبعا جمع لأنها متكونة من قطعتين، فبنقول عليها are. these are hair gloves، فبنكتب هنا R وبنكتب على R اللي موجودة فوق. طب رابع حاجة dots are her shoes، they are red، المفروض بنقول عليها ايه بقى؟ زوس. اخر اختيار عندنا زوس، اللي هي برضو هذه او تلك للجمع البعيد. انا بشاور على حاجة بعيدة عني وهي اكتر من حاجة، مجموعة اشياء، فبقول عليها زوس تلك او هذه الاشياء. those are her shoes، دي هو ده حذائها، او هم دول فردتين الحذاء بتوعها. they are red، هم لونهم احمر. والسؤال التاني في البيج دي بيقول لنا read اقرأ، and write ثم اكتب yes or no، نعم او لا. yes نعم، or او no لا. نهلة is wearing، نهلة بترتدي a blue sweater. blue sweater يعني جاكيت صوفي لونه أزرق، وهو كتب هنا no لأنه فوق بيقول إيه، هي بتلبس إيه؟ blue jacket، جاكيت أزرق مش sweater. sweater اللي هي الحاجات المصنوعة من الصوف زي ما احنا عرفنا قبل كده، فهي مش لابسة blue sweater، فراح كاتب هنا no. طب الاختيار التاني بيقول لنا her hat is red، تعالوا نطلع نبص فوق كده. she is wearing a red، احنا قلنا hat صح، يبقى her hat is red، يبقى هنكتب هنا yes صح. تالت حاجة بيقول لنا she is wearing a jacket، هي لابسة jacket، هي ترتدي jacket. طبعا هو اول جملة قال لنا فيها she is wearing a blue jacket، يبقى هي فعلا لابسة jacket، فهنكتب هنا yes. طب اخر حاجة بيقول لنا هنا her gloves are red، her gloves are red يعني القفازات بتاعتها او الجوانتي بتاعها لونه احمر. طب هو هنا في النقطة رقم 3 في السؤال الاولاني قال لنا these are her gloves، they are yellow، ده لونهم اصفر. لا، يبقى هنا مش لونهم red، لا هما لونهم yellow، فهنكتب هنا no.
لان هما لونهم يلو مش ريد. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 9 او صفحة رقم 9. وهنا بيقول لنا language use استخدامات اللغة. language يعني لغة، use استخدام او استخدامات اللغة طبعا. فهنا بيقول لنا read and write. read يعني اقرأ، and write ثم اكتب. what is he wearing يعني ما هو يرتدي. what is he wearing. ولو نلاحظ ان is اللي هي بتاعت يكون verb to be دايما بيجي بعد منها اي verb بال ing او. ف what is he wearing، ماذا هو يرتدي، هو بيرتدي ايه دلوقتي. وده بيعبر عن حاجة اسمها present continuous او المضارع المستمر، لان هو دلوقتي wearing الهدوم دي، هو لابسها دلوقتي. فهنا بيقول لنا what is he wearing، ماذا هو يرتدي. فهنا هو مجاوب اول سؤال ده وبيقول لنا he is wearing، هو يرتدي a checked shirt يعني قميص كروهات، قميص كروهات من المخطط بالطول وبالعرض. he is wearing a checked shirt، هو يرتدي قميص كروهات. هعمل معاكم مراجعة سريعة جدا بعد ما نخلص حل الأسئلة الخاصة بيونت 7 على verb to be في ال present continuous أو في المضارع المستمر، لأن هو موضوع بسيط جدا. احنا نعمل بس عليه مراجعة بسيطة علشان المعلومة تبقى ثابتة في عقلنا. فالنقطة التانية بيقول لنا what is she wearing، ماذا هي ترتدي. هنا برضو is اللي هو verb to be في المضارع يعني تكون، بيجي بعد منها الverb بالing wearing يعني ترتدي، ترتدي الآن للوقت. فهنا هنقول she is wearing ايه بقى، هي بترتدي ايه. هي بترتدي مثلا a scarf اللي هي كوفية، هي بترتدي scarf. طب في رقم 3 بيقول لنا what are they wearing، هما بيرتدوا ايه. what are they wearing، المفروض هنقول هنا ايه، هنا are يكونوا، وبرضو بعد منها الverb بالing wearing يرتدوا او يرتدوا دلوقتي، لان طبعا present continuous زي ما احنا قلنا يعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي في وقت الكلام اللي احنا بنقوله. فهنقول ان هما ايه، they are wearing plain pants اللي هي بنطلونات لونها سادة. plain pants بنطلونات لونها ايه، سادة. طيب نمبر 4 بيقول لنا what is she wearing، هي لابسة ايه، ماذا هي ترتدي. و is هنا تكون برضو زي ما احنا عرفنا من شوية في verb to be، و wearing بال ing، فنقول she is wearing a skirt. skirt اللي هي ايه، الجيبة او التنورة الخاصة بالبنات. طب تعالوا نشوف السؤال التاني في البيج دي بيقول لنا ايه. بيقول لنا هنا read and circle. read يعني اقرأ، and circle وضع دائرة حول. هنا اول سؤال بيقول لنا is she wearing a hat. is she، هل هي ترتدي. wearing a hat، هل هي بترتدي a hat قطبعة. فهنا مدينا اختيارين، اول حاجة yes she is، نعم هي كذلك هي بترتدي قطبعة. والاختيار التاني no she isn't، لا هي ما بترتديش قطبعة. فطبعا هي ما بترتديش قطبعة، فهنعمل circle حوالين no she isn't. طب number 2 بيقول لنا is her t-shirt stripped. stripped يعني stripped، قلنا يعني ايه، يعني مقلم يعني مخطط. فهل التيشيرت بتاعها stripped مخطط او مقلم، هنقول yes it is ولا no it isn't. طبعا هو مش مقلم، فهنعمل circle حوالين no it isn't. طب number 3 بيقول لنا is she wearing socks. socks يعني شرابات او جوارب زي ما احنا عارفين. فهل هي بترتدي socks، تعالوا نبص كده، هي بترتدي socks. فهنقول yes she is ولا no she isn't، نعم هي بترتدي جوارب ولا لا هي لا ترتدي جوارب.
Yes, she is. هي بترتدي جوارب، فهنعمل سيركل حوالين Yes, she is. طب في number 4 بيقول لنا Is her skirt plain؟ plain يعني سادة. هل السكيرت بتاعتها plain؟ طبعا السكيرت بتاعتها لا مش plain، فهنعمل هنقول Yes, it is ولا No, it isn't. شاطرين، No, it isn't، لأن هي مش plain skirt أو مش تنورة سادة، فهي نعمل No, it isn't. طب في number 5 يقول لنا Are her shoes black؟ ولو تاخدوا بالكو Are لأنها بتيجي مع الجمع Her shoes، shoes بيجي معها Are لأنها جمع بتتكون من قطعتين Black. الشوز بتاعتها لونها Black ولا لونها مش Black؟ فطبعا احنا شايفين الشوز بتاعتها مش Black shoes ولا حاجة، فهنقول yes they are، نعم هي لونها black، ولا no they aren't، لا هي مش لونها black. طبعا no they aren't او هي ليست black. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 10 او صفحة رقم 10 وعنوانها writing. writing يعني الكتابة، فهنا بيقول لنا draw and write. draw يعني ارسم، and write واكتب. فالمفروض احنا نرسم هنا ايه يا اصحابي؟ تعالوا نشوف هو كاتب ايه تحت البوكس بتاع الرسم ده علشان نعرف احنا هنرسم ايه. مكتوب هنا my favorite clothes. my favorite clothes يعني ملابسي المفضلة are. فاحنا ما هو مدينا اختيارات مفتوحة كتير قدامنا، احنا المفروض الفيفوريت clothes بتاعتنا ايه؟ انا مثلا ممكن اقول my checked shirt، القميص الكروهات بتاعي، and my plain pants، والبنطلون السادة بتاعي. ممكن حد تاني يقول ألوان تانية وهدوم تانية خالص، فأنا هقول مثلا هنا my favorite clothes، الملابس المفضلة بتاعتي are، هي my checked shirt، checked shirt يعني قميص كاروهات، and my plain pants، plain pants وبنطلون سادة. وهنرسم فوق هنا في البوكس ده الفيفوريت كلوزز بتاعتنا او الملابس المفضله بتاعتنا زي ما احنا كتبنا اسمها تحت. وبكده نكون حلينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 11 او صفحه رقم 11 وفيها الفونكس او نطق الحروف الخاصه بيونت 7، وكنا اخدناها المره اللي فاتت وهي حرف الاي ار واليو ار. فهنا بيقول لك look and write. look يعني انظر، and write واكتب. و number 2 بيقول لنا color ولون بعد كده ال i r وال u r. فهنا اول كلمة بيقول لنا هنا curls. curls اللي هو curly او مجعد للشعر المجعد زي ما احنا عارفين، وكتبها وكمل من عنده ال u r في النص. طب هنا مشاورة على الفرو بتاع القطة، وفرو زي ما احنا عرفنا يعني fur. fur يعني فرو، f u r fur. فهنا المفروض هنكتب u r. طب تالت اختيار مدينا كلمة skirt ونقص منها ال i r، ف skirt skirt يعني تنورة يعني جيبة skirt، وهنكتب هنا i r. طب ورابع اختيار مدينا كلمة shirt، شيرت يعني قميص وناقص ال i r، فهنكتب هنا i r وهننطق ونقول شيرت شيرت. وبعد كده بعد ما هنكمل الحروف دي هنلون ال الصور الجميلة دي بالألوان اللي احنا بنحبها. يبقى احنا هنا عملنا look نظرنا، وبعدين عملنا write وكتبنا، وعملنا كمان color ولوننا. طب والسؤال التالت في البيج دي بيقول write and say. write يعني اكتب، and say وقل. المفروض هنكتب ايه ونقول ايه؟ هنا اول سؤال بيقول لنا she is wearing a cotton skirt، هي بترتدي cotton skirt جيبة او تنورة قطنية، and و a cotton ايه بقى؟ هي لابسة تي شيرت قطني برضو، يبقى ايه؟ she is wearing a cotton skirt and cotton T-shirt، وهنكتب هنا T-shirt زي ما احنا شايفين. طب number 2 بيقول لنا
she has curly. She has curly ايه بقى؟ ايه الكيرلي اللي بنقول كيرلي على ايه؟ اكيد على الهير، على الشعر. فهنكتب هنا هير يعني شعر، وهنقول مرة تانية she has curly hair يعني هي لديها شعر مجعد. طب في number 3 بيقول لنا هنا he is wearing a white ايه يا اصحابي؟ شاطرين، هو لابس white shirt او قميص ابيض، فهنكتب هنا shirt او قميص، وهنقول مرة تانية he is wearing، هو يرتدي a white shirt او قميص ابيض. طب في number 4 بيقول لنا cats القطط. cats have ايه بقى؟ وبيشاور لنا على الفرو بتاعها. cats have القطط لديها ايه بقى؟ فرو يعني ايه؟ يعني fur f-u-r يعني فرو. فهنكتب هنا كلمة fur او فرو، وهنقول cats have fur. fur يعني فرو، القطط لديها فرو. وكان نكون حلينا page 11 او صفحة رقم 11، وكان نكون انهينا درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.